مئات الإيرانيين الغاضبين يحتجون في شوارع العاصمة طهران ويطالبون المرشد الأعلى علي خامنئي بالرحيل بعد اعتراف بلاده بإسقاط الطائرة الأوكرانية. المحتجون مزقوا صور قاسم سليماني ورددوا شعارات تطالب بإقالة المسؤولين غير الأكفاء، ودعوا الحرس الثوري إلى الخجل من نفسه وترك البلاد وشأنها لتقمعهم القوات الأمنية بالغاز المسيل للدموع وتطاردهم لاعتقالهم. وتأتي هذه المظاهرات الغاضبة ضد نظام طهران بعد اعتراف الجيش الإيراني بأن الطائرة الأوكرانية أسقطت في إيران من غير قصد ونتيجة خطأ بشري، وأنها دخلت بطريقة خاطئة في دائرة هدف معاد واقتربت من مركز عسكري حساس تابع للحرس الثوري ما أدى إلى استهدافها. وأعلن مجلس الشورى الإيراني عقد جلسة عاجلة لدراسة تداعيات حادث الطائرة الأوكرانية ومناقشة أبعاده المختلفة، بينما أعلن مراقبون تخوف النظام من إعادة اشتعال شرارة المظاهرات والمواجهات التي اندلعت أواخر العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار الوقود في البلاد نتيجة العقوبات الأمريكية المشددة على نظام الملالي.